مرحبا واهلا وسهلا فيكم بدرس جديد، معكم الاستاذ مصعب السهم من موقع منهاجي التعليمي. معنا اليوم تقييم الوحدة الأولى لمادة اللغة التركية للصف الثامن. معنا الدرس اللي راح يتم عليه تقييم الوحدة واللي فيه الأنشطة هو هايلا رينيزي صاحب تشيكن، كونوا أصحابا أو لائقين لأحلامكم أو خيالاتكم. طبعا تذكير فقط للأهالي الطلاب، تذكير للطلاب الأحباء الأعزاء، نحن كمتعلمين للغة التركية عم نتعلم أدب اللغة التركية، تقسيم فهم اللغة التركية، فهم الكلام، فلذلك ترجمة النص غير مجدية أبدا أبدا أبدا. هذا الشيء بيكون نشاط ودافع أيضا للطالب إنه هو بيتعلم كيف بيحفظ كلمات، يتعلم بيحاول يترجم المقاطع أو حتى الكلمات أول بأول. هذا الشيء راح يرفع من مستوى تعامل الطالب مع اللغة، راح يرفع من مستوى قوة الطالب بالفهم. صدقوني نحن ما بنلاقي أي صعوبة بالترجمة، ولكن هذا الشيء ما راح يكون إلا ضرر وما راح بيعود على أي إيجابية للطالب أبدا أبدا. هي كلها عن تجارب سابقة وكلها عن خبرة في التدريس. طبعا اليوم معنا درس هايالا رينيزي صاحب تشيكن. طبعا كل ما قرينا الدرس بشكل أكثر، كل ما فهمنا وتعودنا على القراءة، وكل ما صار في عنا تقارب ذهني وعقلي مع اللغة التركية، هذا شيء جدا مهم. لأن اللغة التركية كل ما بنعرفه، كنا بنعرف أن اللغة التركية كيف ما بنقرأ، كيف ما بنكتب، شو بنلفظ بنكتب، إلا في بعض الحالات الشاذة مع اليوم الشاقة اللي هو فيه له 3 أنواع من اللفظ، هو غ أو ي أو يكتب ولا يلفظ. طبعا كل هاي راح ناخدها فيما بعد إن شاء الله، إذا كان في معنا وقت وصار معنا مجال إن شاء الله. طبعا الآن راح ننتقل فورا على حل الأسئلة والتفاعل مع النص. Bir, أسئلة على النص. Birinci soru. Çocuk kompozisyonda yeni, pardon, neyi anlatıyor? Şu بده يشرح الطفل في هذا الموضوع أو شو عم يشرح الطفل في هذا الموضوع. Bir şair demiştir. Bir şair demiştir ki insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yani الإنسان يعيش، الشيء اللي قال الشاعر انه الانسان يعيش في هذا العالم على قدر المده اللي عم يحلم فيها. يعني insanlar hayallerinden vazgeçlerse geleceklerinden ve de geniş ufuklu olma vasıflarından da vazgeçmiş olurlar. Yani الناس اذا بيتخلوا عن احلامهم وخيالهم ايضا راح يتخلوا عن الافق، راح يكونوا تخلوا عن الافق و تخلوا عن رؤيتهم المستقبليه. Bu yüzden her ne olursa olsun bence insanlar hayallerini hiçbir şeye değiştirmemelidir. Değiştirmemeliler yani bir ayı şu masal yisir lazım الناس ma bigayru ma lazım الناس تغير ahlama مقابل أي شيء أو بأي شكل من الأشكال. ما لازم الإنسان يتخلى عن أحلامه. İkinci soru. Öğretmeni çocuğun yazdığı kompozisyon hakkında ne düşünüyor? عم يقول المعلم شو عم يفكر حول طالب، عفوا الطالب شو عم يفكر حول الموضوع اللي كتبه. Çocuğun bence hayaline saygı göstermeyip onu kısıtlı. إذا المعلم عم يفكر بموضوع اللي كتبه الطالب، ما عم عم يخفف من شأنه، عم ينقص منه، وأيضا ما عم يظهر له كل هاي الاحترام لهذا الشيء اللي كتبه، الموضوع اللي كتبه الطفل. وأنون جنيش أفوك لدشن مسي يعنينا gerçekçi olup kabuğunun içinde kalmasını önererek yanlış yapıyor. كمان المعلم خطأ لما نصح الطالب بأنه ما بيعتمد على
تفكيره في الأفق لهالدرجة، لكن بيكون بيجعل بذلك بهذا المكان، يجعل مكانه تفكير واقعي والعيش في الواقع الآني. طيب، وشنجسر السؤال الثالث، أريتمنين يابتو دورانش نصل دايرلاندير يرسونز، كيف نقيم التصرف اللي تصرفه المعلم؟ سيز تشوجون يرين دا أورسايدنز نصل داوراندر نصل داوراندنز نحن لو كنا بدال الطفل كيف كنا راح نتصرف؟ دور بول ميور ما بشوفه هذا تصرف صحيح. بالدنيا ده هيتش بير إنسان هايالني كشيم سين مملي إمكانسز جورنتو جورن مملدر. يعني لازم الإنسان ما بيقلل من شأن رؤية أو أحلام أي إنسان آخر أو بيشوفه إنه غير ممكنة أو مستحيل. İnsanların heveslerini kırma yerine onlara hayallerini gerçek yaşamda uygulayabilme olanakları sağlanmalıdır. Lazım el nehne keman nijal nhaul nujud turuq enno nijal hay el heves ve hay el ahlam lel nas hakika. Nsa'idun ala enno biyusalu le ahdafun ve ahlam. Dördüncü soru, sual rabi. Okuduğunuz metnin ana fikri nedir? Ma hiye el fikri reisiye lan nas illi qarayna. Ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin. Şu mekan ikun, şu masar isir, la tetkhallu an ahlamkum. Beşinci soru, aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatların kullanıldığını uygun boşluğa yazınız. Hey, amikul şu خلينا نكتب شو فن اللغة اللي تم استعماله في هاي المقاطع الصغيرة اللي راح ينطيني اياها هو الآن. هير شي يرلي يرنده بير دولاب أزاكلاردا أزابتا بير روح جيبي جيجير ديور دورمادان. كشي ليشترمه هاي تشخيص عم يشخص شيء. قلنا شو التشخيص؟ تشخيص عم يشخص عم يشبه جماد ب بإنسان أو بشيء شخص أو حي. كورناس تلكي سيسيني يمشطرك أنا ددي كي كارديشيم أرتك دوستوز مجد جتيردم سانا إن ده بير أبوشيلم باروش هولدو حيوانلار أرسندا كونشترما. إذن هذا عم يحدث عم يخليه يتكلم، أي عم يعطي أشياء بتجذبه لذلك دعم للحديث. براس bakıver kendine. Bir deri bir kemik kalmışsın. Apartma. Aydan hatta tatkıyım. İçmiş gibi geceyi bir yudumda göğün mağrur bakışlı bulutları. Kişileştirme. Aydan hayı taşkıyız. Amişebbe cemaat bir insan. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uçmak sözcüğü uçuç böceği biraz havalanıp bir başka çiçeğe kadar uçtu cümlesinde anlamıyla kullanılmıştır. Tabii cümle hiye dehli bacadaki baykuş sesimi duyunca uçtu. Lesemat qaret lemme semat sot tahabbut el ajniha yani hay el rijlayn fi el التمرين السابع، يدنجي سورو، aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilir bilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. طبعا شو هي الجملة بتختلف عن الجمل الأخرى عن خلال الرد يعني من خلال التعليق. الجملة C، Kurtuluş Savaşı'na bir kasabadan baktığı küçük ağadan anlatın sürekleyicidir. Sekizinci etkilidir. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Bir ay vahde min hadol tam istعمal isim ve fiil. Cevap B. Duvara çivi çakmak yasaktır bizim evde. Dokuzuncu soru, aşağıdaki dizelerin hangisinde film siye yer verilmiştir? A. Vicdanım o gece dünyayı havidi. Bir gördüğüm şeylerin cümlesi maviydi. İzen hayda fi enva' min enva' at-taflim yani at-taswir vicdan al-hayy.
وهو أيضا شيء متفرع من التشخيص. طبعا أعزائي الطلاب، نتمنى أن تكونوا استفدتم معنا بدرس اليوم، اللي هو ما له درس حقيقي، إنما يعني درس بكامل التطبيقات، ولكن هو أيضا جدا يعني مراجعة على أشياء مثل شفنا كيف التشخيص، التضخيم، وأيضا تحديث المحادثة، كل الأشياء موجودة. نتمنى أن تكونوا استفدتم معنا بدرس اليوم. لا تنسونا من دعمكم، من المشاركة، وأيضا الإعجاب على صفحتنا في القناة في اليوتيوب، موقع منهاج التعليمي، وأيضا في موقع منهاج التعليمي الويب سايت على الإنترنت. نحن أيضا بنكبر فيكم، أنتم بتكبروا فينا إن شاء الله. نستنى دعمكم في كل الأوقات. إذا مالك مشترك في القناة على اليوتيوب، فينك تشترك بأي وقت. إذا مالك مشترك أيضا في الموقع، فينك تشترك بأي وقت، فقط ب 300 ليرة تركية، وأيضا الاستفادة من متابعة الدروس والشروحات، الوظائف والدروس للمنهاج التركي بهذا العام الدراسي 2019-2020. كله تابعونا أول بأول. كان معكم الأستاذ مصعب السوم من موقع منهاج التعليمي. لا تنسونا من الدعم، وشكرا.